سؤال: كيف أعرف نية صديق واللي جد يتمنى لنا الخير أو يتمنى لنا الشر؟ ما في طريقة، ما في طريقة إنك أنت تكتشفين نية الشخص، هل هي نية خير أو نية شر؟ ما في، أو على الأقل خلنا ما نقول خير وشر، إنها تناسبني أو ما تناسبني، أو تضرني أو تنفعني. ما في طريقة للأسف. للأسف إنه الحياة محيرة لهذا الدرجة، إنه ما في طريقة تكتشف فيها نية الصديق، هل هي نية خير أو نية شر. لكن وحطي 100 خط تحت لكن، في طرق كثيرة للعلاقات الصحيحة وللبدايات الصحيحة في العلاقات، في طرق كثيرة إنه أنا أختار في الأساس الشخص المناسب، إنه أنا أختبر، يمكن أحتاج إني أختبر الشخص المناسب. مرات لما تكون العلاقة جدا مهمة بالنسبة لك، يعني سواء كان علاقة شراكة بزنس، سواء كانت علاقة شريك حياة، يمكن أحتاج إني أنا أضارب معاهم، يمكن أحتاج إني أنا أختلف معاهم خلاف حقيقي عشان أعرف هما وش طبيعتهم. زي ما قلت لك، الناس في الرخاء تحب تسوي تمثيلية إنه هي كويسة وجيدة، وإنه هي خيرة، وإنه هي يعني طاهرة، وإنه هي 5 نجوم في الرخاء. لكن لما تختلفون، ولما تكونون في زوايا حرجة، ولما تكونون في شدة، تعال شوف الناس يتنافسون على سوء الخلق في الخصومة، يتنافسون مين منهم أسوأ، مين منهم يجيب الأسوأ اللي بعده، اللي بعد الأسوأ، مين منهم يقدر يأذي أكثر، مين منهم يقدر يوجع أكثر، مين منهم يقدر يلوي الذراع أكثر. مرات تشوف أشخاص كانوا متزوجين يمكن 3 سنوات، يمكن 10، يمكن 20 سنة، كانوا يوم من الأيام عصافير حب، بعدين تشوفهم الآن شرطة ومحكمة والعيال يتسلمون بطرف ثالث، وتقول واو شلون، واو واو. فاحنا ما نضمن صحيح، لكن قد نقدر اننا نبدأ العلاقات بشكل اصح. لذلك انا سويت هذا الكورس فيه قواعد لبداية العلاقة، مهم جدا قواعد بداية العلاقة، وفي قواعد كيف تنهي اي علاقة. في بعض الناس قواعد نهاية العلاقة عندهم بلوك، خلصنا الموضوع. لا، ما في اسمه بلوك وخلصت الموضوع، ما في، ما يخلص بلوك وخلص الموضوع، ما يخلص. عندك تاريخ، عندك علاقة، عندك سنوات، عندك تفكير، عندك مشاعر، عندك هالشخص ممكن يدق عليك برقم ثاني، بكرة انت تروح تدور على انستغرامه وسنابه وتشيك وراه، سويت بلوك؟ وش سوى البلوك؟ ولا شيء. يعني البنت اللي تقول انا ثقيلة، نفس الشيء. فاحنا في الاساس لا نستطيع ان نكتشف الاشخاص، لانه زي ما قلت لك الناس ما تبين، يعني اذا في شخص في شر ما راح يبين. اذا في شخص يا جماعه في شر، لما تقول اهلا تعرف على الفلاني وفلان وها تعرفت عليه، ويقول والله ترى انا شرير، شفت قروني، ترى انا شرير، وترى انا يعني وقت الخصومه الله لا يوريكم، لا عندي لا دين ولا قانون ولا اخلاق، تراني وقت الخصومه مره يعني من الدرك الاسفل، يعني مره مظلم انا. ما في حد يقول هذا الكلام، ما في احد، في حد يقول لك بالعكس، يجيبون لك قصه يقول لك اختلفت انا واحد في الدوام، واني يعني ترفعت عنهم ورحت وتركتهم. الله اكبر. الله اكبر على الاخلاق. الله اكبر على الاخلاق. يعني ما الناس ما تقول السايد المظلم عندها، ما تبين هذا
كذا طبيعتنا نحب نلمع أنفسنا ونسوي أنفسنا لماعيين وخمس نجوم وواوا. يعني إذا في شخص على فكرة، إذا في شخص تعرفت عليه ولا لمع نفسه، ترى على فكرة يعني وين هذا الشخص؟ وهذا متقدم على البشرية. إذا تعرفت على شخص ولا لمع نفسه، ما سوى نفسه خمس نجوم، سوى نفسه عادي، ترى هذا كثير متقدم، كثير متقدم على البشرية، لأنه هو سوى نفسه طبيعي، طبيعي، لأنه هو ما لمع نفسه بس ما عليه الشر اللي فيه. هذا 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 متقدم جدا. فمرات احنا نحتاج يمكن نسوي بعض الاختبارات، نحتاج احط شخص في كورنر، بس مو كل شخص بتعرف عليه بحطه في كورنر، يمكن الموضوع ما يستاهل اصلا. بس في علاقة قد تكون بالنسبة لي مهمة، قد تكون تحتاج الى بعض الاختبارات. ايضا خلينا ما ننسى ايضا انه الناس تتغير، انه الناس تتغير. مرات شخص انت تعتقد انه هو انسان خير وطبيعي ويعني متوازن ومخه معاه وعقله معاه ومشاعره طبيعية، فجأة يعني تحس انه كأنه في يعني في دودة خلط في راسه وخرب راسه، صار مجنون، صار غير طبيعي، غير متزن، صار يعني مشاعره مضطربة. ما ادري وش اللي صار، وش اللي صار. هل في احد اخدعه ضحك عليه؟ هل هو تعاطى مخدرات وخربت راسه؟ هل هو يعاني من مشكلة في دائرة مدوية؟ ما ادري، لكن هو تغير. هذا هو، يمكن كان خير وبعدين صار شرير كذا. فالمفترض اصلا احنا نحط هذا هذا في صورتنا او في خريطتنا عن الناس. في الكورس عندنا خريطة نمشي عليها مع الاشخاص، بداية العلاقة او اثناء العلاقة، ان نعرف كل شخص كيف نتعامل معاه، وش يبغى منا، وش نبغى معاه، كيف نسوي هذا الشيء، كيف ما نسوي هذا الشيء. فمهم اني انا اعرف يعني. ومرات يا جماعة يكون الشخص اعطانا اشارات بس احنا ما بغينا نصدق. يعني فجأة تعرفت على الرجال الوسيم الثري اللي بنات العالم كلهم يركضون وراه، وقاعدة معاه ويقول لها اني انا يعني يوم كنت في البلد الفلانية تضاربت انا واحد من اصدقائي، وبعدين جت الشرطة، وبعدين ما اعرف ايش، واني انظلمت و اصدق اقول انه شرير ولا لا 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 ثري ووسيم وحنون؟ صعب اقول شرير، لا 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 لا، يلا اقنور، خلني سامحة عن هذا الشر اللي سواه، خلني ما انتبه مرة، ما ركز مرة للشرور اللي هو عبر عنها. فمرات الشخص يعني يعطي يعني في إشارات تقول لك انه هو شرير، بس انت يعني تغمض لانك ودك تكمل التجربة. مرات تكون عندنا رسالة في التجربة، فخلاص نكملها للآخر ونروح القاع ونتدمر وكذا، بعدين تفهم القصة وش اللي صار وهكذا. بخصوص اللي حاس انه بينسحب للعلاقة المظلمة، قصدك انه انت حاسة انه انت ممكن تنجرين لهذه العلاقة، او انه انت ممكن تمارسين هذا الدور، ايا كان، سواء انه انت تشعرين انه انت في الطريق، انه انت قاعدة تنجرين وفي احد يبغى يوصلك لهذه الغرفة المظلمة ويقفل عليك الاضاءة، او كنت انت تقومين بهذا الدور لشخص والان انتبهتي. فاعتقد انه الوعي حل انه احنا ننتبه، لانه الوعي لمبه يا جماعه، الوعي اضاءه، الوعي لمبه في الظلام، كاننا فتحنا اللمبه هذه في الظلام، كاننا قلنا اوكي لا خلني انتبه، خلني اغير المسار، خلني اغير الطريق، خلني اشوف الخيارات الاخرى، خلني انتبه للخيارات اللي عندي، خلني اعيد التفكير، خلني ارتب اوراقي من جديد. فسواء كان في احد قاعد يسحبك، فكويس انه انت ما انسحبتي 100%، كويس انه انت منتبهه، كويس انه انت على الاقل فهمتي الفكره، فهمتي
النوايا اللاواعية، اللاواعية في الغالبية نوايا لاواعية لهذول الأشخاص. والمؤلم برضو في هذا الموضوع إنه مرات أنت لما تنقذ نفسك قد يكون في ضحية وراك، زي الأم مثلا ما أنقذت نفسها بنتها الضحية، لو البنت هذه أنقذت نفسها أخوها بيكون الضحية لأنه هذا الشخص ما 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 استيقظ. فخيارات الحل عندنا خيارين، إما إنه إحنا نطلع من الغرفة فبالتالي في شخص ثاني راح ينجاب للغرفة، والخيار الثاني إنه إحنا نقاتل هذا الشخص. في خيارين، خيار إنه إحنا نطلع من الغرفة نحمي أنفسنا وزي ما نقول ننفذ بجلدنا، وبالتالي هذا الشخص راح يبحث عن ضحية أخرى، فهو بيكمل الكارما، بيكمل هذه السلسلة. الخيار الثاني إنه إحنا نتحمل جزء من مسؤولية كسر السلسلة. طبعا كل الخيارات متاحة، بس لما يكون الشخص أقوى أقول له ساهم في كسر السلسلة، ساهم، لا تنفذ بجلدك. بس في شخص ضعيف يعني زي هذه الأم اللي هجت بنفسها ما أقدر ألومها، يعني في شخص أكيد بيلومونه ويقول تركت عيالها وما ما أنا ما أقدر ألومها، ما أقدر ألومها، ما نعرف درجة الألم اللي يمكن انهبلت، يمكن انهبلت، ما في يعني عيال يبغون أم مخها مفقود، يمكن هبلت يعني أقصد إحنا ما ندري درجة الألم اللي وصلتها الأم حتى تتخذ قرار أنها تمشي، فعيالها يتحملون هذه الكارما. لكن لما يكون عندك القوة أرجوك ساهم في كسر الكارما، ساهم في إنه هذا الشخص يوقف عند حده، ساهم في إنه هذا الشخص يعرف هو كيف يفكر وليش يفكر وش اللي قاعد يسويه، ساهم في إنه أنت يعني تضع زي ما نقول أو تكسر هذه السلسلة اللي تحتاج أحد يكسرها. قد ما تستطيع أنك تكسرها 100%، لكن على الأقل تؤثر في هذه الكارما أو تحركها، لأنه مرات وهذه طاقات يا جماعة وقدرات وإمكانيات، مرات أنت تقدر تحمي نفسك، مرات أنت تقدر تحمي أسرتك، مرات أنت تقدر تحمي أنت وجيرانك، مرات تقدر تحمي مجموعة أكبر. فكل شخص عنده طاقته وعنده قدراته، فبالدرجة الأولى فكر في نفسك، أنا أبغى أحمي نفسي، هاي بالدرجة الأولى من هذه العلاقة المظلمة. الدرجة الثانية، مين الضحية اللي بعدي؟ يمكن أخوي، يمكن أختي، يمكن زوجي، يمكن زوجتي، يمكن أبوي، يمكن أمي، يمكن ترى مرات يكون الشخص يعني إحنا جبناها إنه هو الأب، مرات يكون الابن هو اللي يقوم بهذا الدور والضحايا هم الأم والأب، ما نعرف. فممكن تتحمي نفسك بس أمك وأبوك يتورطون مثلا. فمهم إنك أنت تعرف قدراتك، تعرف إمكانياتك. هل أنت تحمي نفسك بأنك أنت تنسحب خلاص وتحمي نفسك، أو أنه أنت تقاتل وتحارب عشان هذه السلسلة تتوقف، عشان هذه الكارما تتوقف، عشان ما يكون فيها ضحايا أكثر، عشان ما يكون في ناس أكثر يتورطون فيها. كونه أنه أنت أو أنت شعورياً تحس أنه أنت ممكن تنجرف لهذه العلاقة، قد تكون هذه العلاقة زي ما نقول فيها نقاط قوة كثير لصالح الطرف الآخر، فأنت حاس أنه أنت الطرف الأضعف، وأنت حاس أنه الموضوع رايح بعيد. فأحب أقول لك إذا كنت في هذا الطريق يعني تحس أنه أنت كذا والموضوع رايح تحت، انت كذا شايف انه الموضوع رايح تحت، مدحدر الموضوع، فحب اقول لك انه صحيح انه انت تشوف الموضوع كذا، بس ممكن في ارتفاع، ممكن في يعني شيء مستوي، ممكن في انقاذ من هليكوبتر، ما تعرف. مهم ان احنا لا نفترض هالفرضيات السيئه اللي تخلينا نؤمن بانه الطريق مظلم اكثر، الطريق ضايع اكثر، الشر أكثر، أنا متورط أكثر. شيء مهم جدا، أبغاك
تفكر فيه وتشتغل عليه انه انت تركز على مشاعرك الجيدة، وانه انت كل ما تستطيع انك تسويه من نقد لهذا الشخص ابغاك تكتبه في ورقة. اعرف انه ممكن هالشخص يشوف الورقة فعشان كذا شقق الورقة او حطها في الزبالة او احرقها، بس كل يوم كل يوم ابغاك تمسك ورقة وقلم وتنقد هذا الشخص، تتكلم عن عيوب واخطاء هذا الشخص كل يوم. كل يوم ابغاك تمسك ورقة وقلم تكتب اخطاء وعيوب هذا الشخص، اخطاء وعيوب هذا الشخص، اخطاء وعيوب هذا الشخص، اكتبها 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 اكتبها. صدقني لو التزمت 9 أيام راح تفتح لمبة جديدة. لو التزمت 21 يوم راح تفتح كل اللمبات. 21 يوم وانت تكتب اخطاء وعيوب لهذا الشخص، اخطاء وعيوب لهذا الشخص، اكتبها اكتبها كل يوم، 21 يوم راح تفتح كل اللمبات. خلاص ما حد يقدر يستطيع انه يسيطر عليك، ما حد يقدر يستطيع انه يسيطر عليك.